إذن في هذا الجزء الأول سنناقش ونتوقف عند دور المجتمع المدني في ترقية العمل الجمعوي أقول والتطوع داخل النسيج الاجتماعي. اليوم المجتمع المدني أصبح شريك رئيسي في كل المجالات ويعول عليه للعب أدوار كبيرة مستقبلا. أسعد باستضافة السيد حاج أحمد مطاري رئيس الجمعية الوطنية للإدماج الاجتماعي. أهلا بك. صباح الخير، أنا جد سعيد بوجودي معكم. شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة لتكون ضيفنا في أولى فقراتنا لهذا الصباح. إذن ربما نبدأ سيد أحمد ربما من التعريف بالجمعية. نعم. ونشاطاتها ربما والتخصصات التي تخص. نعم. فيها الجمعية بصفة. نعم. هذا بسم الله الرحمن الرحيم، يشرفني ويشرف المجتمع المدني أن نلتقي في هذا اليوم وفي هذا المكان لمناقشة هذا الموضوع الهام الذي يتمحور في دور المجتمع المدني في الميدان. نعطي مقدمة فقط، أن الجمعية الوطنية فضاء تطوعي اجتماعي تضامني يسعى إلى تحرير طاقات الشبانية، وأيضا يتطلع إلى كل مواكب أو مواكبة كل مظاهر التطور التكنولوجي والاجتماعي ومرافقة الشباب في سعيه الدائم نحو جزائر قوية آمنة مستقرة تتفاعل بإيجابيات مع كل المهام الوطنية. طيب نبدأ ربما نتحدث عن تواجدكم الميداني، نشاطاتكم في الميدان منذ تأسيس هذه الجمعية، يعني ما هي المجالات اللي تخصوا فيها بشكل أدق ولتمتاز ربما بها جمعيتكم عن بقية الجمعيات؟ ربما كل جمعية لديها خصوصية ولديها مجال نشطة فيه أكثر شيء. نعم، الخصوصية يعني الوحيدة اللي في الجمعية تاعنا هي أننا نملك إطارات ونملك أيضا استراتيجية لجان، أي أن كل لجنة تتكون من أهلها يعني أهل الاختصاص. كما قلت سابقا اللجنة الطبية فيها أطباء تترأسهم طبيبة محلفة، لجنة المحاماة وترأسها محامي، ولجنة التكوين يترأسها أساتذة. كم عدد اللجان الموجودة؟ حوالي أربعة لجان. يعني الحمد لله هي كلها تتواجد في الميدان، أي الجانب العملي الميداني يتغلب على الجانب النظري. ممتاز. طيب تابعنا أنه المجتمع المدني والجمعيات بصفة عامة منذ قدوم هذه الجائحة تابعنا الحملة التضامنية الكبيرة من الجميع، الجميع تجند منذ بداية الجائحة، تبعنا ربما كل أسهم حسب إمكانياته وحسب قدراته، لكن الأمر ربما الإيجابي من قدوم هذه الجائحة أنها جعلت العمل الجمعوي أو العمل التطوعي ربما مستدام بعض الشيء وقفزت بديناميكية المجتمع المدني. كيف كانت إسهاماتكم خلال الجائحة وربما برامجكم مستمرة؟ نعم، هو في الحقيقة الجانب في هذا ذل جائحة كوفيد 19 يعني الجانب الصحي يعني غلب الجانب الاجتماعي وخلق لنا ديناميكية، أين الإطارات الأطباء زادوا التحقوا بالجمعية، التحقوا بزاف بالجمعية، ويعني خلق ديناميكية في الجمعية ودرنا احتكاك في المجتمع المدني وتعرفنا على عدة جمعيات في الميدان، ورانا ان شاء الله حنطورها ان شاء الله. نعطوا سبيل المثال التبرع بالدم، يعني زدنا اوبسيون في الجمعيه تاعنا، درنا تحسيس في الرقم الهاتف الاخضر اللي كانوا الامراض المزمنه يعني الشيوخ اللي ما يقدروش يتنقلوا، نهضروا بالعاميه باش يفهموا، اللي ما يقدروش يتنقلوا للمستشفيات كانوا الاطباء تاعنا دايرين ارقام هواتفهم في الفضاء الازرق ويعيطوا لهم يعالجوهم عن بعد، ويعني تشخيص عن بعد، اذا كان يضطر اللي يروح المستشفى يروح لازم، ولكن ما يضطرش يعالجوهم عن بعد. طيب تحدثت في المقدمه وفي التعريف بالجمعيه انها تهتم بصفه ادق بالشباب، يعني اهتماماتها بالشباب، وحتى لما نتابع هنا لديكم العديد ربما من المشاريع أو حتى لديكم العديد من الاتفاقيات لمرافقة التلاميذ المتسربين من الدراسة، يعني كيف تكون وكيف تكون الجمعية وسيط لمرافقة هؤلاء التلاميذ، كيف يتم دمجهم من جديد في المجتمع؟ نعم، نعطي سبيل المثال، يعني قديما كنا احنا نرافقهم للدوام التكوين المهني ونسجلوهم، ولكن مؤخرا طورنا، يعني هذا جميل جدا الجمعيات في الوطن تكون متطوره، ودرنا اتفاقيات مع مراكز التكوين المهني، اتفاقيات رسميه منها السمع البصري في ولاد فايد، مركز التكوين المهني السمع البصري، والمركز التكوين المهني بوجرده بحسين داي، يعني راهي في نشأ الاتفاقيه باش ندمجوا
جل اللي تخرجوا جوج الشباب اللي تخرجوا من المدارس وعندهم موهبه اندمجوهم في التكوين المهني وخاصه في التمهين. خاصه في التمهين يعني عن طريق لابرونتيساج. يجوا نهار في المؤسسه التكوين واربعه ايام يديروا تطبيق في المؤسسات العموميه او يعني ستاج براتيك. طيب يعني الانسان اللي يحب يدخل هذا المجال مجال التكوين المهني يمر عبر الجمعيه وانتم ربما تقومون ب خلينا نقولوا حملات تحسيسيه من اجل تحسيس الشباب من اجل جذبه لتلقي هذا التكوين لانه يعني التكوين موجود ومفتوح في مؤسسات التكوين. التكوين موجود يعني سؤال جميل جدا ولكن جل الشباب ما يروحوش لمركز التكوين وحنا نعرفوا ما كانش دعايه كبيره للمراكز التكوين ولكن حاليا مع الفضاء الازرق ونديروا باللي هو يخاف يكون عنده ما عندوش مستوى يخاف يتقرب لمركز التكوين ما كانش مرافق يعني هذه عالميا وليس في الجزائر فقط ولكن حنا رانا نديروا في الفضاء الازرق ايام تحسيسيه ودعايات على ان مركز التكوين تستقبل كل شرائح الشباب ولو ما عندهمش مستوى ولو بدون مستوى. طيب لما تتحدث عن الفضاء الأزرق واستغلال ربما الفضاء الرقمي من أجل القيام ببعض الحملات تابعنا ربما أنه الفضاء الرقمي في الجزائر ما زال ربما يقتصر دوره على نشر بعض الأنشطة للجمعيات وبعض الصور من خلال النشاطات التي تقوم بها ميدانيا ربما في بعض الأحيان جمع بعض التبرعات أو إيصال بعض الرسائل لكن تواجد الجمعيات بشكل أدق بمواقع التواصل الاجتماعي وحتى ببعض المواقع ليس بذلك المأمول يعني متواجدين بفضاءات ربما هذه التي تعرف تواجد كبير للشباب المرافقة كيف تكون؟ نعم دوكا نعرفوا احنا لا يختلف اثنين بان الانترنت او الفضاء الازرق هو لغه العصر بلا منازع يعني ولكن في ايجابيات وسلبيات ومن هذا المنطلق نحن اختصرنا الطريق في الفضاء الازرق يعني الناس كانت تاخذ نظره للجمعيات بانها هي تبرع فقط وهي يعني جمع المال والادويه للمحتاجين ولكن الجمعيات هي تكوين هي اخلاق هي بيئه هي سلام لازم يعرفوا الناس باللي صح الصور مليح ينشروا الصور يعني باش يثبتوا وجودهم ولكن كاين جمعيات تخدم في الخفاء يعني ماهمش ينشطوا في الفضاء الازرق كاين مثلا جمعيه البر والاحسان تبيت المرضى اللي يجوا من خارج الولايات واقامه وزايد يداويوهم زايد جميل جدا راهم يخدموا في الخفاء ما شاء الله وايضا كاين جمعيات يعني الناس ما ياخذوش نظره على الجمعيات هذيك اللي يدير صور يعني يجيبوا الماء ويتصوروا هذاك لا ضير فيه ربما انه يكون ربما صور ونشر بعض الانشطه انا اتحدث ربما عن تواجد بمواقع التواصل الاجتماعي كمؤثر يعني اليوم لديك شريحه كبيره من الشباب مختلف فئات المجتمع راهي تتواجد بهذا الفضاء كما قلت واصبحت وسيله يوميه كيف نستغلها ربما للتاثير ربما تابعنا في جائحه كورونا انتشرت بعض الاشاعات حول اللقاحات حول فيروس كورونا الى غيرها كيف تتواجد الجمعيات ربما بهذه الفضاءات لايصال رسائلها الرسائل التوعويه الرسائل لما تتحدث انه انتم تتحدثوا على ترقيه البطالين وترقيه المدمنين المخدرات كيف يتم المرافقه سواء في الميدان او حتى في هذه الفضاءات نعم يعني نحن كنا سباقين في هذا الميدان يعني نشر التوعية والتحسيس على هنا ندخل القضية السيبرانية هنا ندخل القضية السيبرانية اون لاتان يقول لا لا سيباكيمينياليتي يعني الناس تنشر حوايج يغلطوا الناس في الكوفيد يقولوا هذا تلقيح ماشي مليح الدخول المدرسي ماشي اليوم غدا هذه نحن كنا سباقين يعني بينا لهم يعني المواقع اللي راهي رسمية والمواقع الغير رسمية طبعا عندنا مهندسين في نظام المعلوماتيه مختصين هنا نوضحوا للناس اللي راهم يمدوا صوره غير ايجابيه للجمعيات باللي كاين جمعيات فيها اطارات ومهندسين في الفضاء الازرق اللي راهي تعمل جاهده ولكن دائما تلقى السلبيات يغلبوا الايجابيات ولكن احنا عندنا دور في التحسيس اننا ننشر المواقع اللي تمد حاجه ايجابيه وتمد حاجه رسميه يعني هنا ندخلوا في الكذب المواقع الكاذبه يعني هنا نقولوا باللي لازم تبعوا يعني الحاجه الرسميه وما تدخلوش لجروب الغير يعني رسميين
وان شاء الله احنا اعلنوا عليها الفضاء الازرق، في الفضاء الازرق باللي الاشياء الرسميه احنا نعلنوا على كل المواقع تاع التربيه ومواقع تاع التكوين المهني ومواقع التي يجب ان تكون مصدر للمعلومه، تكون مصدر للمعلومه الحقيقيه تفاديا لمخاطر الجريمه السيبرانيه السيبر كريمناليتي. طيب بالنسبه لمرافقه هذه الفئه، فئه المدمنين على المخدرات وخريجي السجون، ربما من الجمعيات القليله التي تهتم بهذه الفئه وربما من اجل ادماجها، كيف تتم المرافقة؟ يعني هذا الإنسان المدمن أو الإنسان اللي خارج من السجن لديهم خصوصية ربما نوعا ما في المجتمع، كيف ترافقهم؟ يعني كيف نرافق؟ اليوم الحمد لله يعني السلطات استجابت لبعض مطالب الجمعيات، وفيما يخص كما نقولوا احنا كازي جوديسيير باش يقولوا السوابق العدليه، يعني مؤخرا المؤسسات العموميه والخاصه نحاو هذا القانون وهو قانون عالمي، يعني لائحه عالميه. رانا بعد ما طالبنا وقلنا لهم يعني تعملوا بها في الخارج ولازم يتعاملوا حاليا في الجزائر، لان هاد المسجونين كاين اللي يخطا وان شاء الله يعاود يولي ايجابي، هذه ثروه، هذه ثروة، عندنا ثروة في المسجونين، كان اللي قارين خطأوا إن شاء الله يعاود يولوا. حنا كنا سباقين كرموهم بالوسام الأخلاقي، كرمنا واحد كان مسجون 13 سنة بعد ما خرج وعلن التوبة، ربي يقبل التوبة، كرمنا بالوسام الأخلاقي ودار مؤسسة مصغرة ونجح ودار دراري، يعني هذا تحفيز باللي لازم الإنسان اللي خطأ يعاود يولي، إن شاء الله ربي يسرح جميع المسجونين المظلومين ويولوا بالإيجاب للوطن ويخدموا الوطن إن شاء الله. ايضا اعطينا لهم طريقه باللي اللي ما قفلش 35 سنه يلجا الى التكوين عن بعد باش يتحصل على الدبلوم ويتقدم باش يدخل يخدم ان شاء الله. كان كنبدي هذا تكوين مهني عن بعد، ولو انه كبير يقدر يجي يدير تيست وبعد يعني شهر يتحصل على شهاده اللي يقدر يخدم بها ان شاء الله لخريجي السجون هذو. بالنسبه لمتعاطي المخدرات، عندنا مراكز يعني متعدده، في اربع مراكز مبليده شراقه، كاين اربع مراكز وكاين مركز الاحصاء في العاصمه. رانا نوجهوهم من اللي يروحوا يشربوا يعني تفاديا يعني تصفية الدم، وأيضا أنا نرافقوهم بالأخصائيين الاجتماعيين في هذا المستوى. ما تحضروش الجمعيات يا جماعة، يوجد في النار ما لا يوجد في البحر. كيف تتم مرافق؟ يعني أنا هذا الأمر الذي أريده، يعني أنا يعني تتم الجمعية كيفاش المرافقة عن طريق يعني كما تروح للبسيكولوج واحد عادي، كما المسجون كما المخدرات يروح عادي للبسيكولوج. عندنا مرافقين اجتماعيين، ممتاز، عندنا رقم هاتف، عندنا يعني الناس يتوجه كما يسمى في الفضاء الازرق حاجه تنتشر كما حنا يسمى عندنا، وهم يرافقوهم يواجهوهم واش يحبسوا الدواء الرياضه ان شاء الله تكون حصه رياضي فهمهم اكثر ان شاء الله لتفاديا. وعندنا قلنا اخصائيين اجتماعيين وقانونيين، اخصائيين قانونيين. طيب نتحدث ربما الآن عن النشاط الجمعوي بصفة عامة في الجزائر. في فترة غير بعيدة ربما كان النشاط الجمعوي في الجزائر، ولا نجزم ولا نعمم، كان يقتصر على المناسبات، يعني كان عندنا عمل مناسباتي، دخول مدرسي، قفط رمضان، ذلك العمل الخيري التطوعي. الآن ربما ما هي السبل؟ لماذا هذا العمل بقي في تلك الفترة مناسباتي؟ لماذا الجمعيات فقط تنشط في المناسبات حسب رأيك؟ يعني أنت متواجد في الميدان، لماذا ذلك التواجد المناسباتي؟ هذيك يعني بعد ما يعني نشكر السلطات المعنيه على تطقيمها للمجتمع المدني، لان تواجدت في القات اللي كان فيها اطارات، كنا بكري ما نقولكش ماشي متطورين، ولكن كنا سواء من الناحيه القانونيه كنا محصورين من الناحيه القانونيه، وايضا يعني ما كانوش عندنا التكوين، ما كناش مكونين يعني، وما كانوش عندنا اطارات في الجمعيات. والان بعد ما تفتح المجال للمجتمع المدني يعني اليوم استفدنا بعضنا، وهنا من هذا المنطلق نهضروا على التكوينات في فن الخطاب وفي فن تفضل. ربما الامر انت فتحت بابه، باب ربما تطوير العمل الجمعوي. تطوير العمل الجمعوي اليوم، يعني احنا اليوم دخلنا داخل اسوار الجامعات الجزائريه، منها جامعه بوزريعه اللي كونت لنا وراهي تكون في
إطارات الجمعية والمنتسبين إليها في فن الإلقاء وفن الخطاب وفن التعامل مع سائر يعني المجتمع المدني. للتأثير في المجتمع. للتأثير في المجتمع، يعني كي تجيب أنت طبيب مختص في أي مجال في الصحة راح يدير يوم تحسيسي، لازم تعطي له الطريقة كيفاش يكون شخصية كاريزماتية. هذه الشخصية الكاريزماتية اللي تكون فيها في الجامعات باش يلحقوا الميساج حقيقي يعني وفي الميدان، يعني عملي، جانب عملي ماشي نظري، ما نقعدوش دايما جنب. نتحدث ربما عن أهم نقطة اليوم، هي دوركم أنتم في الجمعيات لترقية المواطنة أو ترقية، خلينا نقول، هذا العمل الجمعوي في إطار المجتمع المدني. يعني الشرائح التي تعولون عليها، ما هي الشرائح التي تعملون على جذبها، وكيف ربما نحبب للشاب العمل التطوعي، العمل في إطار الجمعيات، الانتظام في إطار الجمعيات، سيما في ظل هذا الاهتمام الموجود من طرف الدولة اليوم؟ احنا الإطار الشريحة الشبانية اللي رانا نتعاملوا معها هي من 12 إلى 18 سنة، حسب مخبر اللي نتعاملوا معاه. عندنا مخبر يعني اليوم طورنا واللي نتعاملوا مع مخابر في هذا المجال، مخبر التنمية الوقاية من الانحراف والإجرام التي تديره البروفيسور عياشي صباح. يعني وهذه بالمناسبة لحاكم الجمعية وطنيا هو البروفيسور جديد بن يوسف، يعني متكونين من لازم بينه بلي هذه الجمعية فيها إطارات. يعني هاد الفئة هذه اللي لازم نعطولها في سبيل المثال، لازم نبرزوها نشهروها هاد الفئة هذه، يعني باش تعود بالمنفعة للمجتمع. على سبيل المثال كي نشوفوا ندوا معنا شباب نلقاهم يتطوعوا في الحي تاعهم، يعني وحنا حنا الأحياء، حنا علاش نجحنا؟ الخلل اللي كان في الحي وحنا حنا نتعاملوا معاهم في الحي. اللي نهضروا مع جمعيه الاحياء، اللي شكون في الحي هذه الشريحه اللي راهي تطوع تخدم، هذا يقولوا لنا فلان فلان فلان، حنا نروح نكرموه بالوسام الاخلاقي، نبرزوه نشهروه نحطوه في الجريده، حتى نشوفوا الكشافه الاسلاميه وبعض السلطات الامنيه قال لك جيبوا لنا القائمه تاع هذوما المتخلقين هذوما باش نسحقهم حنا مستقبلا نتعاملوا بهم، يعني اننا نكونوا طلائع. يعني انه الجمعيه اليوم تعمل من خلال هذه الممارسات، من خلال هذه الميداليات ربما، هذا الوسام الذي امامك، على تشجيع العمل الجمعوي وتشجيع العمل التطوعي بصفه ادق. يعني فكره هذا الوسام لو تحدث عنه احمد. نعم، هذا وسام الاخلاقي، يعني وسام لا تضاهيه اوسمه ذهبيه ولا عالميه، انه وسام الاخلاق. شعارنا اخلاق سلام بيئه ادماج ترقيه. يعني هذا معروف، نظريه الخوارزمي يقول لك قيمه الانسان، قيمة الشاب هي قيمته في الأخلاق، ضع رقم واحد، وإذا كانت قيمته ذو مال ضع صفر، وإذا كان ذو حسب ونسب ضع صفر يصبح 100، وإذا انعدم الواحد الأخلاق فإنسان يصبح ذو قيمة. هذه نظرية الخوارزمي. يعني إحنا جينا من باب أن لازم نغيروا الذهنيات، نغيروا الذهنيات باللي المجتمع الجزائري لازم كما نقولوا نمدوا طاقة إيجابية، أو بدا يتغير أو تحسن، أو مخلق أو مربي كما كنا زمان، حومة كريم العاقل، حومة موح العاقل، حومة إبراهيم العاقل، دوكا تبدلت موح فلان وجمال الوعر الآن لازم نبدلوا هذه النظرية، لازم نروحوا للتيران، ندخلوا يعني في الميدان. طيب نتحدث ربما عن جديد الجمعية، وتابعنا منذ قليل تلك البطاقة وأعطينا تفاصيل ربما مهمة، لانه مشروع مهم هذا. نعم، البطاقه الاولويه اليوم تقول جانب ميداني عملي، لازم نبينوا حاجه رسميا، لازم نبينوا هذه البطاقه الاولويه او بطاقه المصابين بداء مزمن. يعني دوكا راحت كورونا والحمد لله، ما لازمش نقعدوا دوكا، يعني صح نشطتنا دارت لنا حركيه ديناميكيه، الان يعني لازم نكملوا نخدموا في المجتمع اننا هذه البطاقه تحمي. يعني بدينا بشريحه تاع الامراض المزمنه، وايضا دائما الشباب يعني الطفل اللي مخلفات الكوفيد اللي دارت لهم امراض السكري والصرع والضغط الدموي، اليوم احنا نحميهم بطاقه اولويه، وخاصه الشيوخ ثاني نحميهم فيها جميع خصائص هذا المصاب بالداء، احنا سميناها داء وليس مرض. هذه البطاقه بطاقه الاولويه، يعني فكرتها كيف اتت الفكره؟ ما الذي تقدمه لهذا المصاب هذه البطاقه؟ نعم، الفكره كيف اتت؟ اتت يعني من القوانين الرضعيه او قوانين التمدرس او
القوانين اللي يقول لك نجلوا يعني لجنه هنا نروح لجنه التكوين ولجنه الصحه هما اللي يخلقوها. كيف ذلك؟ ان الطفل كيحب يروح لبيت الخلاء، كيكون عنده حاجه يعيط الولي امره، كيكون عنده حاجه مستعجله، حنا دوكا تقدمنا يعني تقدمنا الطفل هذا يكون محمي ببطاقه اولويه او شيخ بغطاء. هذه البطاقه تخلي ربما المجتمع او تخلي ربما الجهات تتعامل معه بطريقه خاصه. طريقه خاصه ومحمي فيها هذه البطاقه. فيها اولا فصيله الدم، نوع العلاج، الدواء، نوع الإعاقة، رقم الهاتف الاستعجالي. حتى يعني في حالات لما يكون مثلا عرضة لمضاعفات المرض اللي راه يكون به، من خلال البطاقة يستطيع المسعف أو يستطيع أي إنسان أنه يتعرف على حالته. هنا نروحوا للأعراض حذاري. الأعراض محطوطة اللجنة الطبية ركزت لنا ألم، عرق، كلام غير موزون، هنا محطوطة تشخيص. يعني هذه الأمور اللي تظهر على هذا المريض تدل أنه راح يدير مضاعفات أو أنه ليس في صحة جيدة. شكرا. رقم هاتف استعجالي والإعاقة، رقم الهاتف تاع المنزل تاعه، رقم الهاتف تاع التسجيل عندنا، رقم التسجيل عندنا في الجمعية اللي تشرف عليه طبيبة محلفة، والاسم اللقب، العنوان تاعه، العنوان تاعه، يعني تحميه في المجتمع، سواء في المدرسة ولا تحمي الشيخ يكون في الشارع. يعني حتى ليس فقط من أجل الحماية، يعني حتى هي وسيلة لتقصير المسافات، هي عبارة عن بطاقة ربما صحية تحمل المعلومات الأولية الخاصة مثلا بهذا المصاب بمرض مزمن إلى غيرها. يعني هي فكرة ممتازة. بالطبع جوز لها بمحضر قضائي لويسي جيستيس، يعني درنا دورة عادية على جل هذه البطاقة، درنا دورة عادية، وإن شاء الله مستقبلا سوف تعمم في جميع مكاتب الجمعية، المكتب الوطني هيعممها في جميع المكاتب الولائية إن شاء الله. ربما في الأخير اليوم لدينا اهتمام منقطع النظير بالمجتمع المدني، المجتمع المدني هذا اللي تم تخصيص مواد له في الدستور الجزائري الجديد، تم أيضا خصه بفقرات في ديباجة هذا الدستور، وحتى خصه بمرصد وطني جديد الذي سيكون هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية. هذا الاهتمام كيف تستغله الجمعيات، أنتم كجمعيات أو حتى رسالتك ربما الجمعيات الأخرى، كيف نستغل هذا الاهتمام من أجل تطوير العمل الجمعوي أكثر فأكثر؟ نعم، هذا شيء يعني شيء جميل، جميع حاجة يتكلم عليها في المجتمع المدني ودخلت في الدستارة، يعني شيء جميل. يلمنا أولا، يلمنا يوحدنا. ثانيا دوك نديروا توصيات، عندنا توصيات لازم نوصلوها لهذا المرصد، وان شاء الله احنا لحد الساعه انا دايرين ثقه، لحد الساعه انا دايرين ثقه وحاجه من يعني قلت تجمعنا. طيب حجم طري احمد رئيس الجمعيه الوطنيه لترقيه الادماج الاجتماعي، شكرا جزيلا لك على المشاركه في هذا الجزء الاول. مشاهدينا الكرام، من اجزاء هذا الصباح متواصلون معكم بعد هذا الفاصل.